عشرة بعد خلينا كده. نتكلم يا فندم على اخطاء التيارات غير الاسلام السياسي. من وجهة نظر حضرتك، هل هم يقدروا يتجاوزوا اخطائهم، او يعني يصلحوا من اخطائهم اللي حصلت في المرحله الاولى، حيث الدعايه، من حيث الخطاب، من حيث معرفش، يعني بحيث انه يعني الاصوات اللي تروح لهم في الصناديق تبقى اكتر شويه؟ في اشياء يعني صعب جدا ان احنا نراهن على اخر لحظه فيها، وفي احنا دايما يعني بنذاكر ليله يعني الامتحان انا احنا مش يعني صحيح دايما يا صحيح حياتنا. يعني انا لما اتكلم عن قوه يعني نامت في العسل زي ما بيقولوا بالتعبير الدارج، سنوات طويله جدا وهي كانت يعني بتشتغل كومبارس، ثم جاءت في بس مرحله معلش برضو عشان يبقى فير، ما هو الاخوان المسلمين كانوا بيشتغلوا تحت الارض برضو، وكانوا عظيم يعني. بيعاقبوا، هذا يحسب عليهم ام يحسب لهم؟ يحسب لهم ان هم قدروا طيب يحققوا استطاع الاصوات ان هم دي يحققوا. طبعا. قوة اخرى كانت يعني لا تعمل بشكل جاد ومرتكنة لقواعد اللعبة اللي كانت موجودة، وما كانتش في خيالها ولا في تصورها ان هذه القواعد سيتم هدمها وستأتي قواعد جديدة. فبالتالي مش مجرد دعاية في اسبوع او اسبوعين هتغير موازين القوة، ده فيه عمل لسنوات طويلة جدا. يعني انا بعد الانتخابات، وده بيتم في كل الدول الديمقراطية، مجرد ما الصندوق ده بيغلق ويتم اعلان نتائج فيه، الاحزاب والقوى الموجوده في المجتمعات دي بتشتغل من جديد لاعاده بناء وتكوين على ضوء الانتخابات. من فاز فبيعزز مراكزه، ومن هزم بيحاول يتعلم من يلا. اخطائه. لكن في مجرد ان احنا اسبوع او اسبوعين نراهن، ربما احنا بنراهن بس على يعني المزاج العام اللي راى هذه النتائج اللي ممكن تمثل ذعر لبعض القوه او تمثل خوف وهواجس لبعض الفئات في المجتمع، ربما يتعدل قليلا لكن لا تعدل 100% يعني ولا مفيش تغلق. أمل يعني ولا لا إيه؟ ليس هناك أرجوك الامل موجود، أرجوك. الامل موجود، الامل موجود، لكنه دعنا نعترف بانه الواقع يعني شيء مقروء وملموس، يعني ما مش عاوزين نقفز عليه. يعني ربما المرحلتين الجايتين يعني يحصل فيه نوع من تغيير. التعديل شويه قليلا، لكنه في النهايه مش هيخلي مثلا قوة التيار الديني انها تتراجع تبقى 10% ولا لا 20%. خلاص، أمر الله نفذ هنا طيب يعني. هل حضرتك شايف انه المشهد اللي موجود دلوقتي، او حضرتك بتقرأ المشهد ده بانه الانتخابات البرلمانية الحالية، هل هي بتبشر او ممكن نتنبأ من خلالها شكل الرئيس القادم لمصر؟ والله الانتخابات البرلمانية كون ان هي يعني عكست مزاج باتجاه تيار بعينه في البرلمان، واختار اللي هو النائب اللي هيمثلها، لكن رئيس الجمهورية ربما تكون قصة أخرى. يعني هي قصة أخرى. قصة أخرى. أنا أعتقد بعض القوى وبعض التيارات طرحة أسماء، لكن حقيقي. حتى الآن يعني أنا بسميه بقول مهر مصر أو حكم مصر مهر غالي جدا، وربما هذه القوى يعني لغاية الآن أو حتى الموجودين على الساحة لم يعطوا إقناعا لناخب. ونحن نتمنى أن اختيار رئيس الجمهورية يكون على قاعدة أخرى، مش على نفس القاعدة اللي هي فيها نوع من الشعار الديني أو الريشة الانتخابية أو الوعود الكاذبة. يبقى فيه نوع من الميزان الحقيقي اللي يدرك ان رئيس الجمهوريه ده يعني شيء كبير جدا، وخاصه انه يعني ممكن نفاجئ بان احنا او احنا لازلنا مستمرين في النظام في الجمهوري المفاجأة. اللي بيمثل رئيس الجمهوريه في يعني هرم السلطه وده يخليني تعددت اسال حتى الاصل. ختام يا استاذ طلعت، في ناس كمان مراهنه على انه اللي هيوزن شويه حتى لو البرلمان كان معظمه اسلامي هو وجود رئيس دوله اللي يوزن الدنيا شويه، ما يبقاش رئيس دوله من الاسلام السياسي وبرلمان من الاسلام السياسي، اذا اصبحنا دوله اسلاميه. حضرتك شايف الرؤيه دي؟ يعني انا اتمنى طبعا ان الناس تبقى يعني في اختياراتها يعني تبعد عن الحزبيه وتبعد عن التصورات المسبقه انه ده اسلامي او ده سلفي او ده كذا، لكن يروا انه راس الدوله شيء مختلف صحيح. عن النائب او اللي بيمثلني في اللجان المحليه او في البرلمان، ده شيء كبير جدا هو اللي في ايده، هيبقى تفاصيل كبيره جدا يعني هتكون مؤثره. وربما نتمنى انه يبقى على الاقل في نوع من التوازن في مظبوط. المرحلة اللي احنا موجودين يا فيها. مسهل. استاذ طلعت اسماعيل نائب رئيس تحرير جريدة المشهد الإلكترونية، بشكر حضرتك على وجودك معانا شكرا النهارده، يا ونهار فندم. حضرتك سعيد يا فندم. شكرا لسه مكملين نهارك سعيد بعد الفاصل، خليكم معانا.